الخروجيه راك تغطي لنا المشهد هنا. اذا شفتوا هذا الكولوار هذا واحد ما يدور. محمودة ما تموتش محمود، ما تموتش، نسحقوا المشهد نشوفوا. نعم، بمناسبة أحداث ومظاهرات 11 ديسمبر 1960 ارتأينا أن نقدم عرض في المسرح بالمسرح الجهوي عز الدين مجلوبي عنابة على الرابعة مساء. العرض متكون من تقريبا 40 ممثل، الكثير منهم لأول مرة فوق الخشبة، هم كلهم هواة أغاني كذلك من تأليف شباب هاوي، تلحين كذلك من طرف شباب هاوي، يعني كل شيء رانا في الهواة وراهي لأول مرة. الحماس كما تلاحظون كاين حماس كبير فوق الخشبة. سنعطيكم عرض ممتاز على غير العادة، الملحمة قصة حب ما بين شاب والحرية تدور أحداثها في الجزائر حتى الفاتح من نوفمبر 1954. نعم، معي كذلك دائما أصدقائي والطلبة تاعي القدم، يعني نحن في حنا، يعني دائما الفريق تاع السمع البصري بما تحمله الكلمة، فريق السمع البصري عنابة معروف أنه يعني ما فيش دي برومو ولا، كل شيء ملموم في بعضه بالقدم بجدد، نصنعون دائما الحدث. نعيدكم اننا سنقدم عرض ممتاز. وي ما كاين اللعب اللي قاعدين فيه، لكن انا